صباح الخير مختار. ها انت فين؟ انا كلمتك ولا 100 مره ما بتردش عليا. بعدين صباح الخير. لسه المراد سال عليك مرتين. ده اللي جواه لسه ما جتش. انت فين يا مختار؟ بتكلم ما بتردش عليا، رحت فين؟ ابدا، كنت بشوف حاجه كده مهمه جدا لازم احكي لك عليها. لا لا لا، حاجه مهمه ولا حاجه؟ اقعد، انا اللي عندي حاجه مهمه وعايز احكي لك عليها. مختار، انت صاحبي قريب مني صح؟ صح. طيب في حاجه حصلت امبارح ولازم اقول لك عليها. اتفضل. انا بحب داليا. وبعدين؟ بحبها جامد. امبارح كنا مع بعض. ما انتوا على طول مع بعض يا مراد. ليه ليه ليه؟ مختار ركز معايا. مع بعض يعني؟ مع بعض يعني؟ كانت معايا. وانا قررت اتجوزها. نعم. تتجوزها ازاي؟ مش دي كلام. كانت متجوزة. بس هي دلوقتي اسمها داليا نور ومش ممكن تبقى حد تاني. افرض ذاكرتها رجعت لها. مش هترجع لها يا مختار، مش هترجع لها صدقني. صدقك ازاي يعني؟ لو كانت هترجع لها كان حصل ده من زمان وكانت افتكرت. يا مراد داليا دي واحده كان عندها حياه كامله قبلك ما نعرفش عنها. ما يهمنيش يا مختار، مش مهم بالنسبه لي. انا بحبها جامد وما عنديش استعداد انها تبعد عني خالص. انا اول مره بحس بكده يا مختار، انا راجل عجوز برضو. انا مش عارف سكن هتقدر تفهم ده. يعني تخيل نفسك تصحى تلاقي واحده عايشه عشانك، عشاني يا مختار، بتاكلني وتشربني وبتحميني وتديني الدواء. طب انت فاكر مختار لما كنا في المستشفى؟ فاكر انها قعدت اسبوع بحاله ما بتنامش والست مش منتظره اي حاجه. يا مراد الست دي ليها ماضي. نسيته يا مختار، نسيته. صدقني. اصدقك ازاي؟ صدقني انا دلوقتي كل حياتها. انا مش شايف اي حاجه تجمع ما بينك وما بينها. يا مراد قاعد مش هينفع تتجوز داليا. خلاص نفضل زي ما احنا. والناس؟ ناس مين؟ ليلى اختك، ولادك، الناس هنا في الشركة. لا لا يا مختار، الناس دي ولا فيهم واحد اهم مني. انا اهم حد هنا يا مختار. وبعدين الناس دي عايزين مني ايه يعني؟ مستكترين عليا ان انا مبسوط مثلا؟ طب بص، انا القرار خدته خلاص. داليا دي هتبقى بتاعتي ومش هسمح لأي حد ولا أي حاجة تاخدها مني. طب بذمتك أنت مش حاسس إن أنا مبسوط؟ أنا اتغيرت؟ طب بلاش، أنت كنت جاي عايز إيه؟ لا مش مهم بقى دلوقتي. مش مهم ليه؟ ما تقول. طب بوظت ليه يعني؟ يعني موضوع ما يجيش حاجة جنب اللي أنت حكيته. داليا، ايه اللي مقعدك هنا؟ تعالي اقعدي معايا. يلا تعالي نقعد. خير؟ كنت عاوزاكي في حاجه. قولي لي. عايزه اشتري هديه لمستر مراد. وطبعا انت بما انك عايشه هنا معايا فاكيد تعرفي هو بحب ايه وما بحبش ايه وكده. بس هو عامل لي معامله حلوه قوي وجاب لي حاجات كتير. يعني فكرت اجيب له حاجه كده تفرحه. انت عايزه تجيبي له هديه؟ بس ده سؤال صعب قوي. صعب ازاي؟ انت بقالك هنا كتير يعني اكيد تعرفي هو بحب ايه. بصي، مستر مراد ده اطيب راجل ممكن اقابله في حياتي. كريم جدا. هو وعيلته اغنياء قوي من زمان. الفلوس دي عندهم كتير جدا. مش مخليهم محتاجين اي حاجه. هو عمره ما دخل عليا. بس أقولك، أنا أعرفك إيه أكتر حاجة ممكن تساعده. إيه؟ الاهتمام. إن حد يهتم بيه. كتير بيشتكيلي إن ولاده ما بيسألوش عليه وبيغيب عنه لفترات طويلة. عشان كده أكتر اتنين بيحبوهم أنا ومستر مختار. أنت عارفة، لو اهتميتي بيه هحبك جدا وكمان هتعوضي للنقص اللي هو حاسس بيه. الواضح إن هو محتاج اهتمام عشان هو بيهتم بالناس كلها. هقول لك على حاجه، انت من ساعه ما جيتي هنا
ومستر مراد اتغير تماما، فعلى طول يقوم مبسوط ويهزر، ده بيهزر معايا انا شخصيا. انت غيرتيه خالص. انا Here we go. I have been following all the modification of the contract between our and your company, especially the third and the fourth terms, not to mention the $1 million penalty as per your request. Mr. Murad finds the fulfillment of the payment has to increase to 16 months. After that, it will be a pleasure to sign with your company. All right, perfect. Думаю, на этом этапе мы можем заключать наше соглашение. It was a pleasure to work with you, Mr. Murad. Pleasure is our. Thank you. Thank you. Bye-bye. Thank you. Bye-bye. Bye-bye. Thank you. Thank you. No. Pleasure meeting you, you guys. Thank you. Bye-bye. Wassalam ya Saad. Thank you. مبروك يا مراد. الله يبارك فيك يا حبيبتي. I'm so proud of you. Thank you. الحمد لله على السلامة يا شفيق. مبروك عليك العربية الجديدة يا عم. الله يسلمك ويبارك فيك يا أستاذ عادل. الرحلة كانت ناقصاك والله يا باشا. رحت المينا يا أخويا؟ الشغلانة طلعت سهلة يعني؟ آه والله يا مدام، بصراحة الرجالة بتوعكم قاموا بالواجب وزيادة. وأنا قاعد على الكرسي بتاعي. الورق كله سعادتك جاي لحد عندي. ربنا يديهم الصحة. اللهم صل على النبي. دول 100,000 جنيه حقك. عربيتك تستلمها بكرة، يكونوا الرجالة بس توقعوهم تراب السفر. تمام، طب ما تخلي سعادتك. حبيبي. خيرك سابق يا باشا. ربنا يخليك يا رب. ربنا ما يحرمني من سعادتك، ربنا يخليك. رجالة، حبيبي. مش عايز حاجة؟ الله يبارك فيك، ربنا يبارك لك فيك. تسلم. تمرين في حاجة يا مدام؟ لا هيوصلوك يا أخويا، اتكل على الله. يا غالي، تسلموا لي، الله يبارك لكم. يلا يا رجالة، واحد بس والتاني يبقى معايا. بالراحة يا عمنا. نطمن بقى. تمام. برافو. مع اني ما كنتش موافق، كنتش متخيل الحركة البلدي دي هتعدي. يا باشا البلدي يوكل. يا صلاة النبي، ده احنا هنبقى أغنية والقش هتبقى معدن. الغريبة بقى يا راشد، لما قلت الأجانب بره على حركة الكوك في عربية المعاقين دي وافقوا على طول. ما الخواجات برضه بيفهموا يا أخويا والله. أنا مش شقاوة بقى اللي بجد، كنت باخد 500 جنيه على العربية اللي زي دي. أول لما عرفت السكة دي ما بطلتش، والناس كانت فاكراها خدمة إنسانية. اللهم صل على النبي على الفكرة الكافرة بتاعتك يا معلم. قول يا معلم، حلاوتك يا ماستر. يلا يا أخوي، يلا. مبروك علينا 5 كيلو كوكايين حلال. حلال يا راشد. اه يا باشا، مش جايين عن طريق خدمة إنسانية. اه يا ولاد.